حياكم الله من جديد. كنت تقول شيء يا دكتور؟ يقول فاجئ المشاهدين، يقول جدة بضم الجيم. أبشر. اليوم راح ناخذ في فقرة مزايين الكتب دكتور محمد الويلاتي يروي قصة كتابه جدة وأمنا حواء. وأمنا حواء. دكتور، هذا الكتاب اللي ما شاء الله بذلت فيه جهد كبير، قل لي قصته أول شيء. والله يعني من باب تأدية جزء من الرد الجميل للمدينة، للمدينة الجميلة ولثقافتنا وللحي اللي عشت فيه. وللحي اللي عشت فيه أنا سويت هذا الكتاب واجتهدت فيه، وهو يعني نظرة فلسفية ودينية وتاريخية لقصة أمنا حواء. طيب، هل أمنا حواء فعلا مدفونة هنا ولا أسطورة؟ والله شوف، التركيبة المعرفية لكل مجتمع تتركب من الأسطورة ومن الخرافة ومن الحقيقة. أيوة. كل واحدة مستوى معرفي معين. يا سلام. فلا يجوز دمج هذه الثلاثة. هذه طبعا أسطورة، ولكن الأسطورة عند البعض أخذت يعني إنها حقيقة، وهذا غير يعني لا يجوز لا عقلا ولا دينا ولا منطقا يعني إنها تكون مدفونة هنا. أول إشارة كانت في القرن السادس الهجري. أيوة. ابن جبير جاء يزور جدة وقالوا له في قبة الدعاء مستجاب عندها. قال لهم ليش مستجاب؟ قالوا له هنا نزلت حواء قبل ما تروح مكة تقابل سيدنا آدم. هذا ابن جبير أول ذكر لها. نعم. أيوة. بعدين في يوسف السبتي برضو في القرن السابع الهجري، هو ذا اللي جاء وقال إيوه هنا قبر أمنا حواء، طاوع أهل جدة على حكاية أنه قبر أمنا حواء. مين غذى؟ مين غذى لهذه الأسطورة؟ اللي غذوها ووضعوها بشكل ممنهج الدولة العثمانية، لأنها دولة صوفية وتؤمن بالمقامات وتؤمن بالقبور. وأول مبنى كبير كان بسيدات الأسرة المالكة العثمانية في فترة السلطان سليمان الثاني. نعم. شفت كيف؟ وبعد كده أتهد في الدولة السعودية الأولى، ورجع عثمان قرم لباشا والحجاز صلحوا، وبعدين السلطان سليم عبد الحميد الثاني 1305 بناها المبنى اللي معروف. وبحكم أنه الحجاز كان تحت سيطرة العثمانيين حوالي 400 سنة، فأي زائر للحجاز في 400 سنة قولا واحدا هنا قبر أمنا حواء بناء على معطيات الدولة العثمانية. حتى دخلت جدة في العهد السعودي، ثم أزيلت القبب والقبور. نعم. اللي فيها خرافات وتصوف. نعم. وبدخول الملك عبد العزيز 1900 طيب الله ترى 1925 تم إزالة القبر نهائيا، بعد ما أخذ استشارة من الأزهر الشريف ونشرت في الأهرام. الله يجزاك خير، دائما تثرينا يا دكتور. العفو سيدي. العفو. هذه المقبرة عموما الله يرحم جميع موتانا أيا كانوا وفي أي مكان. آمين آمين. شكرا للدكتور محمد الويلاتي، وشكرا لك يا دكتور. في قصة يمكن كثير من الروايات حول هالكتاب. صحيح. خلنا نسمع ملاحظاتك أول شيء. الله يجزاك خير. أول شيء خليني أشكر صديقنا أبو عبد الله محمد السيف اللي نشر الكتاب في جداول. والكتاب الحقيقة ليس دراسة عن أمنا حواء، كتاب محكم فيه من الأنثروبولوجي وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد مجموعة كلها. هذا واحد. اثنين، خليني أعتذر للدكتور محمد. الدكتور محمد نويلاتي كلمني قبل 3 سنين، وأنا إنسان تعرفني مغرور، وقال لي يا دكتور أنا عندي كتاب هديك. والله أنا قلت أمنا حواء وما أدري، وأنا يا دوب أمي لولة العجلان أدعي لها، أروح أدعي لأمنا حواء. وأخذت الموضوع ببطء وبطء وتلكه وتجاهل. وكان ذيك الأيام صادر رواية اسمها طبطاب الجنة تتكلم عن مقبرة أمنا حواء لهاني نقشبندي الله يرحمه، واستعرضنا هنا. فأنا الحقيقة الآن أتأسف للدكتور أمام الملأ أني تأخرت بقراءة الكتاب هذا 3 سنين. هذا أول. ثانيا، أن الدكتور محمد نويلاتي الله يكون بعونه، الله يكون بعونه، رجل خلوق زيك ومؤدب وحيي، ما هو زي شراني. ومسكين كل ما طلع كل 3 كتب الآن، كل ما طلع كتاب الناس يهاجمونه. هو رجل علمي لا يؤمن بالخرافات والأساطير زي حقة أمنا حواء، فيوم حط الكتاب هذا على المحك وبين انه يا جماعه ترى هذه كذبه. كان يفند هو. اي يفند. لا هذه أمنا حواء ولا شيء، ولا ودنا يا جماعه نظهر بهذه الصوره، قاموا عليه. طلع كتاب عن جده في عبقريه المكان، قاموا عليه. يطلع معي احيانا في السناب يشرح على بعض المواقع التاريخيه، لكنه ياخذها من روح الباحث، رجل خريج اعرق الجامعات.
عنده الدليل العلمي، عنده كذا. الكتاب هذا كبير، لكن خليني استختصر لك رسالته. أول رسالة هو بيحط الأسطورة في مكانها الطبيعي، يقول الأسطورة جميلة لكن ونحترمها، لكن نحطها في موضعها الطبيعي، أنها قد تلهم. بعض الأساطير تلهم وتشجع لكنها ما تؤخذ كحقيقة. اثنين، أنه جدة ليست أم نحوة، وليست الفوالين، وليست الخبازين، وليست الأسر اللي داخل السور. جدة حضارة، جدة بلد بوابة الحرمين، جدة هي اللي تصدت للصليبيين لما غزوها، تصدت للبرتغاليين لما غزوها. جدة كما يقال ليس أم الرخاء، جدة أم الرخاء في عصر الشدة. جدة عظمة، جدة فرضة البحر، جدة تأسيس عثمان بن عفان، جدة المواني، جدة العظمة. الله تستاهل جدة، تستاهل. ولذلك رؤية 2030 تضع الرياض وجدة والخبر من ضمن 100 مدينة أجمل مدينة في العالم. والآن شايف ما شاء الله الحكومة كيف تعمل في جدة، ضخ مليارات من أجل تطوير الأحياء، من أجل إزالة العشوائيات. فهو يقول أنه يا جماعة كل الكتب اللي عن جدة، الفوالين، الخبازين، حلوة ذي موضوع اجتماعي حلو، مين اللي داخل السور، مين عوائل جدة؟ قال هذا ما يفيدنا، اللي يفيدنا أنه جدة بوابة الطيران السعودي، جدة العظمة، جدة ميناء جدة الإسلامي، الميناء اللي يستقبل، الميناء اللي عاش التاريخ، جدة الحضارة، جدة الموارد، جدة البضائع، جدة كانت بوابة الحضارة. يعني هو يرفض تعطير جدة بنطاق معين، يبغى هي أكبر من أنه أسطورة حواء وخبازين وفوالين. أيضا من ضمنها يقول أنه أمنا حواء هذه في القرن الرابع جت عن طريق الإسرائيليات، ولا في حديث أصلا يبين أن أمنا اسم القرآن كله أنت وزوجك، ما جاب اسمها. هذه حواء يقول اسم عبري مشهور ومعروف. أيضا هو يقول إنه الدكتور عبدالله العروي له منهج في التاريخ، يقول المؤرخين نوعين، مؤرخ شاهد ومؤرخ باحث. الدكتور إنه ولايتي قامت على الاثنين. أنا عرفت شفت بيته، تفتح الشباك تشوف مقبرة من حواء. فهو من أصله يقول أنا اللي سويت الكتاب جزء من الفضل الدين علي، يقول أنا تعلمت السواقة السيكل وأنا أتكي على جدار مقبرة من حواء. فنوع من رد الفعل، رد الشكر أنا سويت الكتاب ذا. فهو أولا باحث، ثانيا معاصر، جمع الثنتين. لأنه أحيانا أنت مثلا تجي تسوي شيء عن الرياض، مثلا أخونا الله يوفقه أبو ظاري محمد الهزاني، يسأل الهمزاني يسوي تقرير عن الرياض القديمة، قالوا ما أنت من الرياض، أنت جاي من حائل. يا جماعة الرجل باحث، مدام جاب معلومة حلوة أنا ما أتشرط من إن جابها، أهم شيء معلومة صحيحة وموثوقة. هم يقولك لا لازم تكون ساكن، لا مو صحيح يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي اهتم بحديثه؟ البخاري ومسلم في أقصى الدنيا. أو طبيعة الإنسان ترى أنه يطرح الأسئلة، صحيح طبيعة الإنسان أنه يبحث. أحسن، ويشكك. أحسن. فهو يكمل الآن أنه الإسرائيليات يقول يا جماعة أنه تحول المقبرة تحولت إلى مقام. ومع الأسف اللي دعم هذا العثمانيين. العثمانيين قبوريين ونشروا التصوف، وتكلم فصل كامل عن التصوف في جدة، كيف أنه كان العثمانيين يصرفون على التصوف ونشر. حتى واحد من الرحالة سأله حاكم بريطانيا، قال له كيف جدة؟ قال ليس فيها إلا الدراويش، ليس فيها إلا الدراويش الصوفية. فهو يبغى يطلع جدة من هالإطار الصوفي إلى إطار التدين الجميل، إلى رؤية المستقبل. هو يقول يا جماعة جدة نبغاها رؤية 2030 تتلاقح معها. أيضا ذكر وثيقة جميلة، الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل جدة شاف القبور، شاف قبر من عوة طوله 27 ذراع. فعشان ما يحرج، شوف ده الملك عبد العزيز، عشان ما يحرج علماء السعودية أرسل برقي الأزهر علماء. قال له مش رأيكم؟ قالوا لا، هذه قولا واحدا شركيات تزال. فأزالها، زال القبر وزال المقام وزال القبة، ثلاث أشياء. وكانت تستنزف في ريال اسمه ريال أم نحوة، يأخذونه من الحجاج الضعف يقولوا تعال هنا مستجاب الدعوة. الكتاب الحقيقة ليس أم نحوة وليس هذه المقبرة، طبعا أنا قد دخلتها مرتين. هذا الكتاب بحث علمي عن تاريخ جدة من 3000 سنة إلى يوم الناس هذا، رؤية 2030. الرجل ملم وعاشق لجدة ومحب لها، وهذه أبرز الأفكار. طبعا كلامنا كما نقول دائما لا يغني عن قراءة الكتاب، لكن أنا أقول إنه الكتاب بحث علمي، فصل كامل عن التصوف، نشأة التصوف، الإسرائيليات، علاقة جدة. رسالتها كانت رسالتين عبر التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال الرباط، رباط جدة يعني ثغر، إنها محل معارك. ثانيا التطهير والاعتكاف قبل الذهاب إلى مكة، كان والناس يقعدون في جدة يوم يومين ثم ينطلقون إلى مكة، كأنها تهيئة روحية
قبل الذهاب إلى الأماكن المقدسة.